ونبدأ جولتنا الاستطلاعية الميدانية مع مراسلينا من دير البلح وسط قطاع غزة الصحفية الزميلة خولة الخالدي. مرحبا بك خولة، نرصد معك آخر التطورات الميدانية، أعداد القتلى تتزايد، الحصيلة ترتفع، كذلك الجرحى، الحديث عن أن الأنقاض تبتلع في جوفها العشرات، أيضا تفاصيل ذلك مع استعراض خارطة القصف الإسرائيلي. فعليا حصيلة ال 24 ساعة الفائتة كانت لأكثر من 130 ضحية وصلت إلى المستشفيات الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، أبرزها المحافظات الوسطى والمناطق الجنوبية خان يونس ورفح، واللذان كان لهما النصيب الأكبر من الغارات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة. المحافظات الوسطى كانت قد شهدت في أوقات سابقة تصعيد إسرائيلي واضح على هذه المخيمات الأربعة والتي تحتويها المحافظات الوسطى بتركيز على منطقة مخيم المغازي ومخيم البريج، وعدد من المرات استهدف فيها مخيم دير البلح، الأمر الذي رفع حصيلة الضحايا والإصابات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. ولكن خلال ساعات نهار هذا اليوم منذ الفجر حتى هذه اللحظة فوجئنا بتكثيف الغارات الإسرائيلية وارتفاع وتيرتها بشكل ملحوظ في محافظة خان يونس ومحافظة رفح، والتي هي الآن تضم أكثر من نصف النازحين الفلسطينيين فعليا في شوارعها وأزقتها وأحيائها ومخيماتها مساجدها وفي كل المنشآت الموجودة فيها. وبالتالي أي استهداف إسرائيلي في تلك المناطق سواء كان استهدافا بالمدفعية أو الطيران الحرب الإسرائيلي يعني بضرورة الحال أن يكون هناك عدد مرتفع من الضحايا والإصابات، بالإضافة أيضا إلى البنية التحتية التي تضررت بشكل كبير للغاية، وهذا الأمر فعليا أثر على سير عمليات إزالة الأنقاض وبالتالي إزالة المصابين والضحايا. ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية وعدم توفر أي إمكانيات، هذا الأمر يعيق عمليات انتشال المصابين وبالتالي يضعف فرص النجاة لدى المصابين الذين يتواجدون تحت الأنقاض. هذا الأمر ما يرفع حصيلة الضحايا بشكل مستمر خاصة في الأماكن المكتظة. لاحظنا أيضا في الآونة الأخيرة عودة سياسة البوارج الحربية الإسرائيلية التي تلقي قذائف كبيرة للغاية أو مكثفة للغاية على المناطق الساحلية المحاذية لمحافظة غزة وتحديدا المناطق الجنوبية. محافظة رفح كان لها النصيب الأكبر من هذه القذائف، بالإضافة أيضا إلى استهداف في محيط مطار غزة الدولي الذي دمر في وقت سابق، ولكن تم استهداف مجموعة مواطنين فلسطينيين كانوا مزارعين يحاولون إلقاء نظرة على مزارعهم. وبالتالي يعني هنا في هذا المشهد هي سيدة مصابة تتلقى الخدمة الطبية في مستشفى الشهداء الإقصى، نعم هي تعترض على الخدمات الطبية المقدمة هنا في مستشفى شهداء الأقصى، وكلنا يعلم بأنه تضرر وتأثر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبالتالي الخدمة الطبية المقدمة هي أقل من 30%، وهذا الأمر بات ملاحظة لدى المواطنين الفلسطينيين والذي بات يعني يلقي بظلاله على واقعهم وعلى حياتهم الصحية والطبية بطبيعة الحال. من دير البلح وسط قطاع غزة الصحفية الزميلة خولة الخالدي، أشكرك على كل هذه الإفادات والتفاصيل.